السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤيا ظلم الغرب للمسلمين والطارق المهدي المنتظر وظهور الشمس من المغرب. أحباب الله، هذه رؤية جت من أحد الأحبة، قال السلام عليكم، رأيت قبل 6 سنوات إني واقف في أرض مستوية ليس فيها أي شيء، وكان وقت شروق الشمس على يمين المغرب وعلى يسار المشرق. التفت إلى يساري فرأيت في الأفق شمسا حمراء، ثم التفت إلى يميني فرأيت شكل مثل شكل شعلة الشمعة في الأفق، وكان أبيض ومضيء، وكان في بالي أنه الشمس أيضا. ثم التفت إلى يساري، ثم التفت إلى يميني، وبقيت أفعل ذلك، وسرعة التفاتي تزيد شيئا فشيئا إلى أن أصبحت التفت يمينا ويسارا بشكل سريع جدا. ثم التفت إلى اليمين وسمعت صوت طرق على النحاس، صوت الأذان النحاسية الكبيرة التي استخدمها الصينيون، بيج بونج. أحباب الله، هذه الرؤية تدل على إيش؟ الشخص نظر على يساره لقى إيش؟ شمس حمراء. الشمس الحمراء تدل على سلطان ظالم، وهذا الغرب. الغرب ظلم عظيم للمسلمين. ثم نظر على يساره شاف ضوء كايش شعله كشعلة الشمعة. الشمعة بتدل على النور. شوف لما يكون يدخل على يمينه، اليمين دائما بتدل على الخير، يعني شمعة نور. وهاي النوعة كانت بيضاء ومضيئة، وكان في بالي انه الشمس ايضا. ثم التفت الى يساري ثم الى يميني، صار يطلع، يعني بشوف المسلمين وبشوف السلطان الغرب، سلطانين المسلمين وسلطان الغرب. والإيمان يعني الشمعة هاي بتدلك على البعد المسافي، لأن الإسلام بعيدين عن الإيمان. بعدين بقول لك، ثم التفت اليمين وسمعت صوت طرق على النحاس، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ هاي بتدل على المهدي. المهدي هو الذي طرق السماء بدعائه لهداية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عشان هيك راح يكون إيش؟ نور ساطع يطغي على الغرب وإيش ويرجع الناس إلى الدين الصحيح. فأحباب بالله، ولما حكى لك إنه شاف الشمس حمراء بالمغرب وشمس بالمشرق، هاي بتدلك على ظهور الشمس من المغرب، يعني هاي بتدل على ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعوا الأحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.